النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. قدرت مكاتب سياحية فلسطينية تعمل داخل الخط الأخضر أن عدد الزائرين من فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48 خلال عيد الفطر بلغ نحو 100,000 زائر تنقلوا بين مدن نابلس ورام الله وبيت لحم. من جهة أخرى، أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن نحو 1,000,000 زائر من أهالي الضفة الغربية عبروا مناطق الخط الأخضر خلال فترة شهر رمضان والعيد. كشف اتحاد المصارف العربية عن إنهاء المصارف الخليجية حصر حسابات لأمريكيين لديها ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب في السوق الأمريكية الفاتكا، تمهيداً لتطبيقه على حسابات الأمريكيين المقيمين في الدول الخليجية والشركات التجارية والاستثمارية الأمريكية. يذكر أن القانون يخول السلطات الضريبية الأمريكية المتمثلة في مصلحة الضرائب الأمريكية بملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي العالمي. قال نائب وزير المالية اليوناني إن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضاً أولياً في الميزانية بلغ نحو 2.5 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين كانت تستهدف عجزاً قدره 3 مليارات يورو لهذه الفترة. وأظهرت أرقام الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة في تدفق أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية عامة. فرضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حظراً على استيراد العديد من منتجات شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات، غير أنها أرجأت تنفيذ القرار انتظاراً لمراجعته من جانب إدارة الرئيس باراك أوباما. ويعد هذا الحكم هو آخر تطورات معركة مستمرة منذ أكثر من عامين بشأن براءات الاختراع بين سامسونج ومنافستها الأمريكية أبل. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل.